دويتو بين محمد عبده وعبد المجيد عبد الله. مساء الخير. لقاء غنائي جديد يجمع بين فنان العرب محمد عبده والمطرب عبد المجيد عبد الله من خلال ديو بعنوان مرت سنة. ألونيا من كلمات فزاع ألحان فنان فايز السعيد. وبين دبي وبيروت تتولى المخرجة نهلة الفهد مهمة تصويرها بطريقة الفيديو كليب. أحاسيس الخليج تلتقي لتفجر حالة جديدة من الأغاني الرومانسية التي تحاكي قلب كل عاشق. مع فنان العرب نسلطن ومع عبد المجيد عبد الله نعيش الحالة ليكون رقي الصوت وقوة الحنجرة أغنية بعنوان مرت سنة. لا أول مرة طبعا احنا نتقابل ديو في تصوير يعني انما في اغاني تقابلنا بس بالنسبة لفيديو كليب لأول مرة. فنان كبير عبد المجيد عبد الله اصلا وقف كليبات ويصور حفلات بس كون ان الاغنية فيها فنان العرب اقتنع وهي من كلمات سمو الشيخ حمدان وبطلب من سمو الشيخ حمدان انهم يظهرون في الاغنية. وبعدين احنا عمرنا ما سمعنا ديو بين محمد عبد وعبد المجيد فهي بتكون جديدة ونؤرخ هذا العمل من خلال التصوير. صور تعبيرية في موقع تصوير غير محدود بين فندق أتلانتس دبي ومدينة بيروت وأمام عدسة المخرجة نهلة الفهد وقف عملاقا الخليج لتكون صورة الأغنية معبرة عن مشهد كبير. اليوم أجواء الكليب أجواء رومانسية نفس أحس يعني تحمل شخصية الفنانين المشاركين في العمل. الأغنية أيضا فرضت علينا سيناريو الكليب اسمها مرت سنة. فسيناريو الكليب أنا أعتبره تحدي هذه المرة بالنسبة لي شيء جديد قاعدين نشتغل عليه وحطيت له فكرة ان شاء الله يا رب ما ابغي وايد اتكلم عنها عشان حابة الناس تشوف الصورة قبل كلامي. فالتصوير مثل ما نشوف اليوم نحن في أتلانتس في دبي واول مرة يعني يتم تصوير عمل في هذا المكان الحلو وان شاء الله تكملة التصوير بكملها ان شاء الله في بيروت. الاغنية فيها موضوع جدا حلو عاطفية واحد يتكلم كيف تمر الأيام خلال سنة بس تسمعونها من خلال أو بتشاهدونها من خلال يعني الإخراج الأغنية. نهلة من زمان أنا بسمع عنها وبشوف أعمالها خصوصا الأشياء اللي بتصورها في الصحراء جميلة جدا جدا وكان نفسي أني أصور معها في الصحراء لأنه في كثير من أغنياتي بتتلائم مع الصحراء.